التوكيد المعنوي. مرحبا يا أبا الحلول، معك سمير، كيف حالك اليوم؟ أهلا أهلا بك يا سمير، أنا بألف خير وكل شيء على ما يرام. ماذا عنك؟ إنني بأحسن حال، ولكنني أواجه مشكلة في تعاملي مع الناس يا أبا الحلول، وأريد حلاً لها على الفور. لا بأس يا سمير، لكل مشكلة حل، وسوف أجد حلاً لمشكلتك. مشكلتي يا أبا الحلول أنني في كثير من الأحيان عندما أتحدث مع الناس أشعر بأنهم لا يصدقون ما أقول، وكثيراً ما يشككون بكلامي، بالرغم من أنني لا أكذب وأتحدث دائماً بمصداقية، وهذا الأمر يزعجني ويجعلني أتجنب التحدث أحياناً، وأريد منك أن تساعدني يا أبا الحلول. لست الشخص الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة يا سمير، كثير من الناس يعانون من هذه المشكلة أيضاً، ولكن لغتنا العربية لديها دائماً الحل لأي مشكلة تواجهنا، لذا عليك أن تستخدم أسلوب التوكيد دائماً عند تحدثك مع الآخرين، وهذا الأسلوب سوف يزيل أي شك يشعر به المستمع أو الشخص الذي تقوم بمحادثته. حقاً يا أبا الحلول؟ وما هو أسلوب التوكيد؟ التوكيد هو اسم تابع يذكر لتثبيت ما يريده المتكلم في ذهن السامع وإزالة ما يتوهمه من احتمالات، وينقسم التوكيد إلى نوعين. أولاً التوكيد اللفظي، هو تكرار اللفظ السابق المؤكد، فقد يكون التوكيد فعلاً أو اسماً أو حرفاً أو جملة اسمية أو فعلية، وعند حذف التوكيد من الجملة لا يتأثر المعنى. وثانياً التوكيد المعنوي، كلمات محددة تفيد بأن المؤكد مقصود على وجه الشمول، وهي نفس، عين، ذات، كل، جميع، جميع، عامة، كلا، كلا، كلتا. حسنا فهمت، ولكن هل بإمكانك أن تعطيني مثالا على ذلك؟ بالطبع يا سمير، فعند قولي حضر المدرسون كلهم سوف تجد أن الجملة جاء بها جمع لتقوية وتوكيد ما سبقها، فلو قلت مثلا حضر المدرسون ثم سكت، فإنه يجوز أن يتوهم السامع أن القادم بعض المدرسين، فإذا أردت رفع هذا التوهم قلت حضر المدرسون كلهم، عندئذ يتأكد السامع أن كل المدرسين قد حضروا، بالتالي نستنتج أن التوكيد المعنوي يتكون من مؤكد، ثانياً لفظ التوكيد نفس، عين، ذات، كل، جميع، عامة، كلا، كلا، كلتا، ثالثاً ضمير. ويشترط عند استعمال ألفاظ التوكيد المعنوي أن يسبقها المؤكد وأن تضاف إلى ضمير، ويجب أن يكون المؤكد معرفة، معرف بأل أو معرف بالإضافة أو ضمير منفصل، كما أن التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب، ويجب أن يتصل به ضمير عائد على المؤكد مطابق له في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، كقولي قابلت المدير عينه، وعند حذف التوكيد من الجملة لا يتأثر المعنى، مثل قابلت المدير عينه، قابلت المديرة. وكيف أستعمل ألفاظ التوكيد المعنوي في الجملة يا أبا الحلول؟ تنقسم ألفاظ التوكيد المعنوي على حسب المؤكد، أولاً نفس وعين يستخدمان لرفع التوهم عن الذات أو السهو والنسيان، ومثال عليها كافأ المدير المتسابق نفسه والمتسابقة نفسها، سلمت على المعلمين أعينهم، حضر الأطباء أنفسهم، ثانياً كل، جميع، عامة،
تستخدم لتوكيد المفرد بنوعيه والجمع بنوعيه، ولا تستخدم للمثنى، تستخدم لرفع التوهم عن الشمول والعموم، كقولي قدم الوفد كله أو عامته. ثالثاً، كلا كلتا، تستخدم كلا كلتا للمؤكد المثنى وتعرب بإعرابه، وتفيد إثبات الحكم للمؤكدين معاً، نجح الولدان كلاهما، سارعت الممرضتان كلتاهما لإنقاذ المريض، وتكتب في حالة الرفع كلاهما كلتاهما. أما في حالة النصب والجر كليهما كلتيهما. شكراً لك يا أبا الحلول على هذه المعلومات القيمة، وسوف أقوم دائماً باستخدام أسلوب التوكيد أثناء تحدثي مع أصدقائي وزملائي، وبهذا ستحل المشكلة التي أواجهها. وإلى اللقاء. على الرحب والسعة يا سمير، طاب يومك. التلخيص: التوكيد هو اسم تابع يذكر لتثبيت ما يريده المتكلم في ذهن السامع، وإزالة ما يتوهمه من احتمالات ينقسم التوكيد إلى نوعين. أولاً، التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ السابق المؤكد، فقد يكون التوكيد فعلاً أو اسماً أو حرفاً أو جملة اسمية أو فعلية. ثانياً، التوكيد المعنوي، كلمات محددة تفيد بأن المؤكد مقصود على وجه الشمول، وهي نفس، عين، ذات، كل، جميع، عامة، كلا، كلتا. تتكون جملة التوكيد المعنوي من: 1. مؤكد. 2. لفظ التوكيد: نفس، عين، ذات، كل، جميع، عامة، كلا، كلتا. 3. ضمير. يشترط عند استعمال ألفاظ التوكيد المعنوي أن يسبقها المؤكد، وأن تضاف إلى ضمير كما في الأمثلة السابقة. يجب أن يكون المؤكد معرفة، معرف بأل، أو معرف بالإضافة، أو ضمير منفصل. التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب، يجب أن يتصل به ضمير عائد على المؤكد مطابق له في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. عند حذف التوكيد من الجملة لا يتأثر المعنى. تنقسم أفراد التوكيد المعنوي على حسب المؤكد: نفس وعين. نفس وعين يستخدمان لرفع التوهم عن الذات أو السهو والنسيان. كل، جميع، عامة تستخدم لتوكيد المفرد بنوعيه والجمع بنوعيه، ولا تستخدم للمثنى، تستخدم لرفع التوهم عن الشمول والعموم. كلا كلتا، تستخدم كلا كلتا للمؤكد المثنى وتعرب بإعرابه، وتفيد إثبات الحكم للمؤكدين معاً.